السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من سلسلة التمارين درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا التمرين يقول أحسب X بدلالة Y ثم Y بدلالة X في كل حالة من الحالات الآتية. إذا نبدأ بالحالة الأولى، حساب X بدلالة Y، يعني X كتساوي Y زائد شي عدد أو Y في عدد. إذا نبدأ بالمعادلة الأولى. إذا في هذه المعادلة عندنا مجهولين، إحنا كنقلبوا على X. إذا 7X تساوي، إذا هاد ناقص 4Y غنديها في الطرف الثاني، إذا غترجع زائد 4Y 7X. إذا X، إذا كنحيدوا 7، مادام عندنا جودة كنضربوا في المقلوب ديالها أو كنقسم عليها، إذا هي 4Y مقسومة على 7. إذا احنا حسبنا X بدلالة Y. دابا غادي ندير العكس، يعني غنحسب Y بدلالة X. إذا 7X ناقص 4Y تساوي 0. إذا كندي ناقص 4Y للطرف الثاني، إذا كترجع عندنا 7X تساوي 4Y، ويمكن لي نكتب 4Y تساوي 7X لأن معادلة متساوية. إذا احنا كنقلبوا على Y، إذا خصني نتخلص من العدد 4، إذا كيمكن لي نقسم على 4 طرفي المعادلة، يعني Y كنختزلو بالعدد 4، يعني Y تساوي 7X على 4. إذا كنقسمو على 4 أو كنضربو أو كنقسمو مباشرة، يعني مكنديرش هاد 4Y على 4، كندير مباشرة Y كتساوي لنا 7X على 4. المعادلة الثانية بنفس الطريقة، حساب X بدلالة Y. إذا X تساوي، إذا ناقص 2Y كنديها للطرف الثاني كترجع 2Y، وناقص 5 كنديها للطرف الثاني كترجع زائد 5. إذا حسبنا X بدلالة Y. دابا العكس، غنحسب Y بدلالة X. إذا X ناقص 2Y ناقص 5 تساوي 0. إذا كنحتافظو بالحد اللي فيه Y، والباقي الحدود كنديها للطرف الثاني للمعادلة. إذا X غنديها للطرف الثاني غترجع ناقص X، وناقص 5 غترجع زائد 5. إذا خصني نتخلص من العدد ناقص 2، إذا كنقسم على العدد ناقص 2، كنحيد ناقص 2 وكنقسم عليها، إذا غترجع ناقص X زائد 5 مقسومة على ناقص 2. هنا يمكن لي نبسط المعادلة. ناقص X إذا كنفكك، كنعرفو بأن إلا كان عندنا A زائد B على C، يمكن لي نكتبها على شكل A على C زائد B على C. إذا ناقص X على ناقص 2 زائد 5 على ناقص 2. إذا Y تساوي، دونك عدد سالب على عدد سالب، إذا كنحيد الإشارة كيبقى لنا X على 2. إذا زائد 5 على ناقص 2، إذا زائد مع ناقص غترجع هي ناقص 5 على 2. إذا حسبنا Y بدلالة X.